اصحاب خلينا دابا البنك تقريبا 439 كيلومتر. حد الساعه صراحه ما زعما وقفناش واحد مور دابا كتصعب شويه حيت الليل هذا ظلام. حنا ما حاجين في شي فندق هنايا ما عارفينش واش غادي نوصلوا ولا ما غاديش نوصلوا شنو غادي نديروا ما عارفينش. كتسنى والو ما كاينش اللي كيوقف هنايا كما كتشوفوا راه دابا الظلام وفينا صراحه واحد المده طويله هنا وما كاينش صراحه اللي يوقف لينا يعني خصنا نغيروا الخطه ديالنا. اليوم غادي نكملوا هذه المغامره اللي بدينا البارح كما شفتوا من الجزيره ديال بوكيت حتى لبانكوك اوتوستوب. فهاد البلاصه هادي دابا فين ساليت لكم الفيديو اللي شفتوه البارح وهنايا فين غادي نبداو هذا الفيديو هذا. باقي راكبين مع هذا السيد هذا غادي يوصلنا لواحد البلاصه سميتها تشامبون حيت هما كيقولوا اون. للمعلومه هذا السيد هذا غادي حتى هو لبانكوك ولكن قال لك غادي يمشي لواحد البلاصه ديجا عادي يدوز لبانكوك. واش يوصلنا مع حتى لبانكوك ولا لا الله اعلم. من هاد البلاصه فين كاينه حاليا حتى لبانكوك كاينه 591 كيلومتر واحد المسافه طويله ولكن هذه وصلنا بالطوموبيل ديريكت غادي نوصلوا بكري. ما وصلناش الا نزلنا في تشامبون ضروري غادي نباتوا في شي بلاصه واش غنباتوا في الغابه واش غنباتوا في الشارع واش غنباتوا في الاوتيل هادشي اللي غتكتشفوا معنا ان شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل ما تكمل دير لايك لهذا الفيديو كومونتير واشترك في القناه حيت الاشتراك ضروري مهم باش يوصلك كل جديد حيت كل نهار كنبوستي لكم فيديو جديد. المهم حنا دابا شادين الطريق كما كتشوفوا شوف الطبيعه اللي كاينه يا سلام ما شاء الله السيد راه عافت كما كتشوفوا راه غادي دابا تقريبا 124 شوفوا الجماليه في الطريق هنايا شوفوا الطبيعه يا سلام شوف ما شاء الله ما شاء الله. المهم هذا يلا حطنا دابا في هذا الستاسيون هذه نقطه النهايه في نفس الوقت حنا غادي نستغلوا دابا الوقت نمشيو ناكلوا شي حاجه حيت مازال ما كاين حتى حاجه. دابا الخمسه دابا ديال العشيه بقات تقريبا 450 كيلومتر نوصلوا للبنك. الله ضربنا دابا نص ديال الطريق شكون اللي غادي يوصلنا واش غنوصلوا ولا لا هادشي كامل غتكتشفوا تشوفوا في هذا الفيديو هذا. دابا انا صراحه المطعم هنا وبطبيعه الحال نمشيو دابا نشوفوا شي حاجه اللي ناكلوا. دخلوا هذا المطعم دابا عاد اش كيقدموا هادو هنايا. الو سكينة الو واش ناكلو دابا؟ عرفتش فرايد رايس منو فيس فيش نو فرايد رايس نو نو نو. خرجنا دابا من هذا المطعم ما عجبناش داكشي اللي عندهم هنايا نمشيو نقلبوا على شي حاجة أخرى. المهم نشوفوا دابا هذا اش كطيب هنايا. This is gyoza. No money. This. Yeah, yeah. Fish, chicken. Halal. المهم هذه كطيب واحد الاكله غريبه من سولنا شنو هي كتقول لنا راه سويه 50 باط تقريبا واحد 13 درهم مغربيه واحد 1.30 دولار. نجيو دابا لهذا المطعم نشوفوا الامور تاعنا هنايا. هذا الصراحه ما كنعرفوش لونغري. هلا سواديكا سواديكا. اه ميمي ميمي نو 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 ميمي ميمي ها ثانكيو. القمر ديالهم هنا كما كتشوفوا هذا جاي القمر هنا. هلا كتجي واخيرا كتحك هاد الارقام ديالهم داكشي. كنا في ذاك المحل زدنا لهذا المحل دابا غاديين لهذا المحل. عجبتك شي حاجه هنا؟ تعرف شوف هاد السكيت شنو هو؟ قول لها واش حلال وصافي. تو بيس تو هاو ماتش؟ دابا دخلنا 7-11 هنايا باش ناخذ شي حاجه اللي غادي ناكلو حيت صراحه مشكل مع الماكله هنايا. خديت هاد الدجاج هذا كما كتشوفوا كيفاش داير نعطي لهم دابا يسخنوا مع هاد الروس. هاد الدجاج خديته ب 40 باط هاد الروز هذا خديته ب 15 باط نعطيهم دابا يسخنوا. اوكي كما كتشوفوا 55 غنجيو لهاد البلاصه هادي. دابا ما حاطينش البلاصه فين ناكلو لداخل ولكن حاطين لك في برانيه البلاصه فين تقدر تاكل هنايا. نجيو دابا لهاد البلاصه ناكلو فيها. المهم هادي هي الماكله اللي خديت هنايا دجاج مع دروس استالي دابا لاصوص استالي كيف تشوفوا هذا كون سوكا ناخذ هذا الدجاج هذا مع الروز سوريمي والروز نوري. اه صراحه دخلتو صراحه زوين. دابا غندوق معكم الدجاج اللي خدينا عند السيده الاولى. لا خديها صراحه ما بيش عادي نشوف هذاك ما شفنا شبع الصعبة ديما كتفاس كاينين بطبيعه الحال خاصنا نمسح الطبيله ديالنا. مسحنا دابا الطبيله هز بالحشاكم في بلاصتو شو دابا الصاك ديالو نتحركو. المهم راه جايين دابا على الشارع هنايا باش نديرو الاوتوستوب صراحه دازت تقريبا 5 دقائق مازال ما وقف لينا حتى واحد
باقي واقفين هنايا. كيفاش دوز هذه الرحله؟ هادشي اللي ما عرفتش. تخيلوا دابا شي الا سولتيني دابا انت ولا انت دابا فين تباتوا فين تمشيو ما عرفتش واش نوصلوا بعدا ولا ما عرفتش نوصلوا هادشي ما عرفتوش. المهم دابا على حساب دابا واش الا وقف لي شي واحد غادي البالكون غادي نوصلوا مازال البالكون في الليل الا ما زال شي واحد يعني غادي يباتوا شي بلاصه هنايا باتوا حتى الغدا ان شاء الله ويحن الله ديك الساعه نوصلوا البالكون. هادشي كما تشوفوا دابا في الفيديو ان شاء الله يوقف لنا دابا شي واحد. انا كنتوقع بلي الزر اللي كان عندنا بالنار سهله دابا العشيه النار ما كتعطلوش غير كانوا في بلاصه كيهزونا واقفين دابا هنا تقريبا ربع ساعه كنديروا تصق و حتى واحد ما بغى يوقف لينا. واش نباتوا هنا ما عرفناش. هذا عايز هذا ان شاء الله هو يوقف. قلت لك غادي يوقف شتي كابورغا. يلا طلعنا. اول حاجه درتها هاد السيده هادي هي خدات معنا تصويره. واش تصويري للذكرى اول حفاظ على السلام. كتبوا لي كاع في الكومونتير الاراء ديالكم. الحمد لله بعدا وقفات لنا هذه السيده هذه كنشكروها. بعد المره هذه توصلنا شابون ركبوا شويه بشويه حتى نوصلوا ان شاء الله لباركوك. تبعوا الرحله باقي ولكن الا وصلتي دابا حتى لهذه اللحظه هذه ومازال ما اشتركتيش نزل دابا اشترك في القناه لايك لهذا الفيديو شي كومونتير زوين وكمل معايا الفيديو. هنا يس حسين حسين نو حسين حسين يو سو يو نيم سو سو هذه سميتها ايزي ايزي. واش لاحظتوا كاين واحد الحاجه العيالات اللي كيهزونا دابا هاد النار هذا هاد السيد هادي وصلنا دابا لواحد المحطه هنايا كما كتشوفوا صحابي واش غادي يشدوا الكار سكينه دابا يلاه ترجمات ليها قالت لها بلي حنا دايرين اوتو ستوب حوني دابا يلاه فهمتنا دابا يلاه تحرك بلي واش قلنا ليها توصلنا للمحطه حاجه بدا مسكينه المحطه هنايا كما كتشوف. كابورغا باي باي. نزلوا الباكاج ديالنا الرمو قاعد عندهم مشكال هنا. وقف لينا وقف الو وقفت لينا دابا هاد السيده هادي هي ولكن صراحه كنترجموا ليها ما فهمتناش كنترجموا لها باللغه ديالهم التايلانديه ولكن ما فهمتناش كنقول لها حنا غاديين لبانكوك وهي ما فهمتناش قلنا لها زعما توصلها شي بلاصه للقدام وما فهمتناش باش تشرب بلاصه ودابا الطوموبيل كنا باقي كنهضر معاهم الا فهمونا دابا باش يقربونا بعدا يزيدونا بينا للقدام وتما ثاني ان شاء الله نديرو ثاني الاوتو ستوب. هو الباكاج هزيتو دابا اوكي ثانك يو المهم يلاه ركبنا دابا مع السيده هادي. المهم نبعدو عا من هاد البلاصه حيت صراحه هاد البلاصه اللي وقفنا فيها قبيله وقفنا تقريبا تما واحد ثلث ساعه حتى واحد ما وقف لينا توقف لينا هاد السيده هادي. ها هي الدريه مع الام ديالها هنايا. شوف دابا هاد السيده هادي وقفات لينا دابا في الشارع قالت لينا نزلو باش نطلعو للقنطره اللي فوق هنايا. شوفوا الناس اللي كيعرفوا القيمه ديال التصاور والفيديوهات. دابا هاد السيده هادي ركبنا معها اوتو ستوب ما قلتش لها زعما وقفي ولا شي حاجه من بعد هذيك وقفات شافت عندها الكاميرا وداك الشيء قالت لنا طلعوا لهاد القنطره هادي ضربوا التصويرات وشوفوا الصاصات من الفوق. هما مساكين كيتسناونا دابا طلعنا لهاد البلاصه هادي واحد الطبيعه اخوتي كاينه هنايا ما شاء الله شوف يا سلام. شوفوا حنا دابا كاينين على الطريق القنطره هنايا الفوق شوفوا واحد الصاصات اخوتي اللي كاينه هنايا يا سلام شوفوا شوفوا البلاصه صراحه اللي زوينه. دابا شوفوا السيده هزتنا اوتو ستوب جات حتى لهاد البلاصه وقفات قالت لنا سيروا طلعوا على هاد القنطره هادي وشوفوا الصاصات شوفوا الناس شوفوا الناس كيفاش كيفكوا وخلينا لها الحوايج وخلينا لها كلشي. الدريه مع الام ديالها ثانك يو كفون كا ناس ظريفين. الناس صراحه ديال تايلاند اخوتي كل مره كيفاجئوني انا بشي حاجه صراحه. من النهار دخلت انا لتايلاند ما شفت غير الخير والضحك والابتسامه ما عمرك غتشوف شي واحد مقلق معصب ولا يسبك ولا يقول لك شي هضره ماشي هذيك ديما الابتسامه. كفون كا غنزلو دابا السيده ظريفه قاعده معنا مسكينه هي تاليو كابون كا نتو دابا حويجات هنايا نتسناو ثاني غادي بغا يدير الخير اللي وصلنا ثاني شويه لقدام باي باي. باش تعجبك التايلاند اللي غادي دير فيها الاوتو ستوب ماشي يسحب لك الا خرجتي دابا المدينه يسحب لك تلقى الخلاء ما غاديش تلقى الناس هنا واخا كتخرج من المدينه ديما كتلقى الفيلاجات هنايا فيلاج لاصق مع فيلاج يعني ما غاديش تكون بوحدك. حاجه بغيتيها كاين هنايا
بغيتي الباركات، بغيتي الماكلة، بغيتي أي حاجة. الطريق كاملة ضربنا دابا من بوكيت حتى لهنايا دابا، الطريق دايرة كاملة بحال هكا، بلايص قلال اللي كتلقى فيهم غير الغابات، ولكن الأكثرية ديالهم كتلقى فيهم الديور، كتلقى فيهم الفيلاجات بحال هكا. الباقي كنديرو أوتوستوب هنا حتى واحد ما بغا يوقف. حنا دابا كنديرو أوتوستوب تقريبا 12 ساعة من 8 ونص دابا ديال الصباح، دابا 8 ديال الليل، ومازال ما وصلناش للوجهة النهائية ديالنا اللي هي باركو، ولكن تقريبا راه كاين 900 كيلومتر، يعني واحد المسافة اللي طويلة بزاف. تقريبا دابا ضربنا 60%، بقى لنا واحد 40% دابا ديال الطريق باش نوصلو إن شاء الله للوجهة النهائية ديالنا اللي هي باركو. وصلنا لهاد البروفانس ديال خيريخان، ما يبقى لينا والو لبانكوك. هيا بانكوك، نمشيو من هنا طق طق، هذا راه تشابوري بانكوك. دابا شحال بقى لينا دابا لبانكوك تقريبا؟ دابا 437 كيلومتر. 437 كيلومتر اللي بقات لينا باقي. هذا الكارت الفي اي بي ديالهم هو هذا اللي فيه دوطاج، الطاج الاولى الطاج الثانية. حد الساعة صراحة مازال ما وقفناش واحد. الأمور دابا كتصعب شوية حيت الليل هذا ظلام، حنا ما حاجينش في شي فندق هنايا، ما عارفينش واش غادي نوصلوا ولا ما غاديش نوصلوا، شنو غادي نديروا ما عارفينش. الساعة هذه باقي هنايا دابا نشوفوا لعله عسى نلقاو شي واحد اللي يزيد بينا الخدمة. إلى الأمام. $300 or $400 اوكي. تما دجا عندنا دابا قال لنا راه كاينه واحد المحطه ديال الكراهيه واكين. هذا شفنا جلسنا هنا حيت تقريبا جلسنا هنا اكثر من 45 دقيقه كتسنى والو، ما كاينش اللي كيوقف هنايا. كما كتشوفوا راه دابا الظلام. جا عندنا هذا قال لنا راه كاين واحد الباص ستيشن هنايا المحطه ديال الكيران. قلت ليه بشحال كيهزوا الكيران؟ قال لي 400 باط. 100 باط تقريبا واحد 11 دولار 12 دولار، يعني 120 درهم مغربيه. وفينا صراحه واحد المده اللي طويله هنا وما كاينش صراحه اللي يوقف لينا، يعني خصنا نغيروا الخطه ديالنا. شوفوا الناس ديال تايلاند هنايا شحال ظريفين، لقانا تما وجا معنا دابا باش يورينا المحطه ديال الكرم. غادي تقول لي سوقنا بلي هاد البلاصه هادي فيها المحطه ديال الكرم في هاد البلاصه. ها هي الطريق الكبير هنايا فوق، حنا راه دابا خرجنا من الطريق، حنا غاديين دابا في هاد الجهه. آه يا المحطة وراها علينا دابا هاد السيد هذا. ثانك يو ثانك يو كابون كاب. المحطة هادي خاوية كما كتشوف يلا فول فول ياك. بعد جينا نسولو على الكار ديال بانكوك قالت لي نعم. شوف الزر كيفاش داير. هادي واحد الميني محطة كما كتشوفو كاين هنايا، هنا كاين واحد المحل ديال المأكولات. هنا تاني كاين شي محلات هنا في هاد البلاصة هادي. واحد السيدة اللي خدامة هنا كما كتشوف. مين جينا سولنا دابا هاد السيدة اللي خدامة هنايا قلنا لها امتى كاين الكار، قالت لي تقريبا ساعة ساعة ونص. وهاد الساعة ساعة ونص تقريبا جلسنا دابا هنا واحد ربع ساعة حتى ارتحينا شوية، وفكرنا دابا واحد الفكرة نمشيو دابا نرجعو للطريق هنايا وغادي نوقفو تما ونشوفو الزر ديالنا ونطوطيو الشونس ديالنا. إلا وقف لنا شي واحد نمشيو معاه، ما وقف لنا شي واحد غنرجعو لهنايا من بعد واحد الساعة ديال المكانة وغادي نمشيو في الكار. يلا طلعنا دابا للشارع هنايا هزنا تاني حويجاتنا. غير الكاميوات الكبار اللي كيدوز هنا ورموك مورا رموك. شوف شحال ديال الرماك، شوف حتى واحد ما يوقف لك. هادو حتى واحد فيهم الله يوفقهم. والله يا ناس انا تضرنا عنق معوج، مشينا وقفنا ثاني في الشارع تما حتى واحد ما بغى يوقف لينا. كيجيو اصحاب الرمايك رموك كيجيب واحد الصوره خيالية ما كيوقفش. صافي وقفنا تما واحد نص ساعه تقريبا، رجعنا ثاني لهاد المحطه هادي هي تقطعتي. شكون دابا مشات باش تقطعت تذكر باش ما يعمرش ثاني هاد الكار. هادو يقولوا لنا عامر نبقاو هنا حتى للصباح. كرا قلنا نبقاو في لوطيل هنايا حتى للصباح ونديرو طوستو. كنفكرو داكشي باش تشد لوطيل هنايا باش توصل لبانكو. قلنا من الاحسن نمشيو دابا في الكار ونوصلو لبانكو، نمشيو للناس ونرتاحو باش غدا نمشيو ندورو في بانكو. هذه هي الفكره اللي درنا دابا. واخيرا جا الكار من بعد المعاناه هنايا في هاد المحطه هادي تقريبا ساعتين ونص حنا كنتسناو هنايا. يلاه جا الكار. هاد الكار فاش نمشيو دابا صراحه زوين. اما هذاك الكار اللي جينا فيه في ذاك الفيديو الاول راه كارثه. هذاك لا فيريك. الو اوكي. ناس ناسين مرتين. الناس ناعسين ولا شنو؟ كل واحد كيفاش ناعسين؟ انا طلعت دابا للكار، شفت واحد الصوت ديال هاد الكلينو، ما تسمعوش، يا عبد،
البارح جلا ليا باور بانك دابا درس ليا الميكرو شكر دابا خاوي اوغا باي باي باكيو سيو سيو ماي فريند هو الكار اللي جينا فيه الحمد لله وصلنا بخير على خير والله الا كان تفكرت هاد الدمري كامل ضربنا في هاد الاوتوستوب والله الا كان 24 ساعه تقريبا دابا اللي دوزنا في هاد الاوتوستوب من 8 ديال الصباح ديال البارح دابا 5 ونص ديال الصباح ديال اليوم يعني بقى لي ساعتين ونص باش نكملوا 24 ساعه فهاد الاوتوستوب دابا حملاش وجايين نكرفصوا داك الكار الاول اللي شفتو في الفيديو ديال البارح كرفصنا في الطريق كمل علينا هاد الكار هذا راه ما يمكنش تخيلوا جالس في ديك جوج كراسه اللي وريتكم في اللور انا ما تقدرش ترتاح تما في الكراسه عاليين هذوك الكراسه اللي الاخرين اللي مقادين هذوك ما فهمتش انا كيفاش كيخدموا السيستم هنايا كاين واحد جالس في جوج كراسه ناعس فيهم مشينا حنا لداك اللور جالسين تما دوك الكراسه ديال اللور عاليين فوق الموتور كاينه تما الفوق ديال الكليما راه واحد البروديه راه ما يمكنش ما تقدرش تنعس تما الاوتوستوب هذا فقط دابا جوج حوايج اللي مهمين باور بانك سينا البارح ديك بيكوب كما شفتو في داك الفيديو او في هذا الفيديو ديال اليوم راه ترسلنا هذا الميكرو ديال الكاميرا مشكله صافي وحق الله المهم هذه هي المحطه فين جالسين دابا كما كتشوفوا هنا كاين شي مطاعم ديالهم هنايا هذا الفطور هذا اللي جبنا ولكن صراحه ما عجبناش هذا الهامبورغر هذا ديال الطون وهذا ما عجبناش كما كتشوفوا مع القهوه وجالسين دابا في هاد الكراسه هادو يلاه بوكينا دابا الاوتيل جينا نشارجو دابا التليفون عند هاد السيده هادي هنايا قالت لك لا في هاد الشارج هذا ديالها هاد البيروات كاملين كيخدموا حتى داك هنايا المهم حنا يلاه غنمشيو دابا تحركوا عاد نجيو نبوكيو شي طوموبيل باش توصلنا للاوتيل اللي غاديين ليه طاكسيات فهاد المحطه هادي كما كتشوفوا نجيو دابا لهاد السيب اللي نحاولوا نشارجو دابا التليفون شويه ثانك يو سو ماتش مرحبا بكم في بانكوك من بعد واحد التمارة تقريبا 24 ساعة ديال الاوتوستوب ديال الطريق درنا الاوتوستوب ركبنا في الكار عاودنا ثاني اوتوستوب ركبنا ثاني في الكار حتى وصلنا لبانكوك ودابا وصلتي حتى لهاد اللحظه هادي ومازال ما كنتيش مشترك معايا في القناه نزل دابا اشترك معايا في القناه باش يوصلك كل جديد لايك لهاد الفيديو شي كومونتير وتبع الرحله باش تعرف البلاصه اللي غادي ننزلو فيها جينا دابا واحد الطبيله هنايا جلسنا فيها حطينا دابا التليفونات في هذا المحل ديال 711 باش نشارجو شويه عرفتي اخوتي واحد شنو ولا كاين هنايا راه ما يمكنش شوف اش دارت ليه كتقصك في شي بلاصه في البلاصه كتنفخ في البلاصه غير كامل كنحك دابا وحق الله العظيم قال لي دوري جاي جيت معاه حتى هو ولا فروم نيدرلاندز وي فروم مروكو مروكو نايس ها واحد السيده دابا جات قالت لك ما تقلتوش انايا سير تحول ليه حنا دابا كنسمعوا غير التليفون هي هاد السيده هادي 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 خالتي اللي جات دابا قالت لك ما تقلتوش انايا تحول لديك الجهه اخرى حنا اصلا غادي نمشيو دابا نهزو التليفونات ديالنا شدو كراب شدو شي طاكسي هنايا ونتحركوا للاوتيل نمشيو غننعسو نرتاحوا 36 مزيان 6 ونص دابا ديال الصباح 6 وثلث دابا تلاحظوا هنا بزاف ديال الانواع ديال الطاكسيات في هاد البلاصه هادي كاين الغوزين الصفرين خضرين هنا كاين الطوبيسات ديالهم كما كتشوفوا تاكيو كاين اللي بدا طلع جيت طلع هادي درايفر هذا هو السائق ديال هاد الحافلة هاد الطوبيس ديالهم والله الا الطوبيس هادي الا نقية على هذاك الكار اللي جينا فيه واحد الله نقية زوينة كليمة شوف هذا الطوبيس كيفاش دايرة شوف والله الا الطوبيس لا زوينة والله الا الطوبيس هادي احسن من داك الكار اللي جينا فيه شوف الطوبيس كيفاش دايرة يا سلام نقية زوينة عندك تاني هنايا البلاصة هنايا في هاد البلاصة هادي والله العظيم الا احسن من داك الكار اللي كيهز من بوكيت حتى لبانكوك هنايا راه مايمكنش عرفتي واحد الكار جينا فيه يلا جد دابا الطاكسي نمشيو فيه دابا فينا في الغراب ها هو السي الحاج هلو ماي فريند هلو ماي فريند كدا السي الحاج لاباس اوكي بخير
يوتيوبر؟ يس. اوكي. كيو. يو نو موروكو؟ No? كان قز. English little bit. Ah, no problem, no problem, my friend. What's your name? Saman. Is in North Africa. Oh, North Africa. Yeah. صعب يعرف أفريقيا. You know Africa, Africa. Africa, okay. Yeah. تاكسي ديالو منايا ولا قراب كيحطو جميع المعلومات ديال السائق كما كتشوف التصويره ديالو ليه والسميه ديالو والعمر ديالو وكلشي. السي الحاج ديالنا راه خدام ناضي، جوج تليفونات وحده فيها لوكاليزاسيون وحده خدام بها. على الرجال في المغرب انا تلقى مسكين ما كيعرف لا تليفون لا والو، ولكن هنا راه خدام كلشي التكنولوجيا. هنا فين كون بوت كاب كترجم لي معلش غادي يقول لينا ماي فين. اه يس 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 داكشي اللي قال لنا دابا بلي هاد السائق هذا اللي سايق بينا دابا هذا مسلم، وهذاك الاخر اللي كيخدم بالليل هو ديانا البوديه. عاد شوفوا الايه ديالو ما هو دابا من سولنا قلت له انا واش مسلم، مشى كيترجم لينا باش يقول لنا راه كاين جوج ديال الشوفري في الطاكسي، انا وواحد خونا انا مسلم وهذاك الاخر بوديه. حنا طلعتي لهاد الطاكسي اول حاجه تشوفها هي الاله ديالهم. اي بلاصه مشيتي لها في الطريق كتلقى هاد السكان هذا عند صحاب الكراس الطاكسيات اي بلاصه، ولكن شكون اللي كيخلص بهذا السكان؟ الناس ديال الطيران اللي كيخلصوا معاه بالسكان. انت سائحي ضروري خاص تخلصوا اسبيسي. دابا كيورينا بنتو اه هي حجاب ما شاء الله دايره الحجاب هي لوك ساعه بيوتيفول بيوتيفول. مين نزلنا قبيله في الكار اول حاجه شفتو مشينا للطاكسي باش نسولو، حنا بينا غير نسولو حيت عارفين بلي الطاكسيات اي بلاصه مشيتي ليها في العالم لا المطارات ولا المحطات كيكونوا غاليين. قبيله في المحطه هي الطاكسي شحال قالت لي باش توصل لهاد البلاصه هادي ب 300 بط يعني تقريبا 9 دولار 90 درهم مغربي. قلنا لابليكاسيون ديال غراب اللي معروف هنا في الشرق ديال اسيا كامل الدول ديال شرق اسيا. شحال لقينا غراب؟ لقينا غراب 179 باط تقريبا واحد 4.5 دولار يعني واحد 45 درهم مغربي. شوف واحد الفرق الكبير بزاف يعني نص ديال الثمن. يعني الا كنتي جيتي طاينو شي نهار حاول تنزل لابليكاسيون ديال غراب احسن وسيله هنايا، ولا بيتي احسن وسيله هي الناقل العموم بحال الطوبيس ولا المترو هو اللي رخيص. يعني الا جيتي اول مره شد غراب يوصلك حتى للبلاصه اللي غادي ليها. قلت لي علاش عندك بزاف ديال الحلويات هنا في هذا المقعد الامامي؟ ديفهم تكبر ليو ودي قال لنا بلي عنده واحد الكوموند يوصلوا من واحد السيد. الحلويات ديال تايلاند اخوتي كيفاش دايرين؟ هذه كتبان زوينه لذيذه ولكن المذاق ديالها كيفاش داير الله اعلم. حيت كاين شي حلويات هنا كتشوف المنظر ديالهم زوين ولكن ملي كتذوقهم كتلقاهم نو ديس حلال نو هالان. هذيك الاولى اللي وريتكم ماشي حلال يعني هنا اي حاجه غتشريها خاصك تقلبها مزيان تشوف واش حلال ولا ماشي حلال. اي حاجه غتاخذها في تايلاند الا ما كاينش هاد العلامه ديال الحلال ما تاخذهاش. انا طحت على واحد الفكره دابا هي عندها المعلقه هذيك واحد الكوت زوين معلقه مغربيه فيها الرايه المغربيه عطيتي دابا هديه. نعطيها ليك شي بقى عاقل على المغرب. هاي كيفاش دايره اخوتي هاي طاب ثانك يو سير from Morocco. اوه from Morocco. انا دابا راه ترجمت ليه باللغه ديالهم باش يفهمني. دابا قلنا ليه علق هما دابا السيرفيس ديالو هو يلاه يهز دابا السيرفيس. اوه يس يس كود دابا السيرفيس ناضي 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 ناضي. الطاكسيات ديالهم هنايا كتلقى فيهم هاد العلامه ديال غراب ديال لابليكاسيون وخدامين عادي. بان لكم دابا الطاكسي عادي كل واحد خدام راسو ما فيهمش دوك الفعاليات يقولوا لهم كدونوا الكليان ولا هادي داكشي اللي كاين دابا في المغرب في كازا وخصوصا في دوك المدن الكبار. صراحة بحال هاد العقلية اللي خاصها تكون عندنا في المغرب حاليا كلشي خدام بالتطبيقات. يعني التليفون ضربة واحد الحاجة اللي ضرورية خصوصا السياح راه ما كيزيدش باقي يمشي يقلب على الطاكسي بالطريقة التقليدية قبل ما ينزل هو من الترونسبور الأول ديالو كيبوكي الطونوبيل. العقلية خاصها نبداو بصراحة في المغرب وتولي عندنا بحال هاد العقلية اللي كاين عند هاد الناس هنايا. وصلنا دابا للبلاصة فين كاين الأوتيل. اه داير لينا الناشد الوطني الشي. أوه. أوه. نشيد الوطني. فودا بالسيد ركبين معاه في الطاكسي في قرابة انا يدير لي النشيد الوطني. ناضي السائق ديالنا ناضي. كيو ثانك يو. ثانك يو ماي فريند. غايجيب لنا 170 باط ودابا عطيناه 200 باط. غير مين دار معنا التعامل مزيان. ثانك يو ثانك يو. اوكي باي باي. باي باي. شفتوا التعامل ديال الناس ديال الطيران راه ما يمكنش. ركبنا معاه صراحه واحد الراجل ظريف بزاف ما يعرفنا من المغرب حتى قربنا نوصل للوطيل دار لينا ماشي حنا اللي قلنا ليه سير دير لينا النشيد الوطني المغربي ولا شي حاجه. لا بوحدو مشى كيقلب عليه مشى دار ليه الترجمه باللغه ديال التايلانديه مشى كتبها في اليوتيوب ومشى دار. وشوفوا الناس كيفاش كيفكروا هنايا. الناس صراحه ظريفين بزاف. هنا كاين الماكله الماكله التايلانديه واحد المطعم حلال هنا. هلو هلو ماي فريند. كاش بان الحيره فيصل
فايصل هذه. وصل دابا لهاد البلاصه هادي وبان لي واحد البلاكه فيها واحد الحاجه اللي زوينه بزاف اللي مزيانه تكون قريبه ليك هي المسجد. ها هي المسجد دار الامان. المسجد كاين ليا يبان لكم ها هو القبه ديالو. ملي نزلنا دابا قرب هنايا دابا حنا غاديين للاوتيل ديالنا حيت كاين فهاد الزنقه الاخرى دابا حنا غاديين ليه. لوكاليزاسيون عطاتنا نمشيو ديريكت دابا. هاد البلاصه فين كاين الاوتيل صراحه بلاصه زوينه كاين غير الابراج موراها كما كتشوفوا هنايا. باركوك هنايا داير بحال كوالا لامبور كاين غير الابراج. على الصب هنا ما يخليوش مازال تقطع هنايا. طوبيزات اشكال الانواع والاشكال ديال الطوبيزات هنا. دابا وقع علينا واحد المشكل صراحة هنايا كنمشيو كنجيو في نفس البلاصة. المشكل اللي وقع علينا دابا هو الكونيكسيون. الكونيكسيون اللي حبسات ليا دابا مشينا قبيلة واحد البلاصة اللي عطاتني الكونيكسيون اللي كاين فيها الاوتيل. ملي وصلنا تما لقينا بلي الاوتيل ما كاينش تما. عطينا تاني واحد الزنقة مشينا تاني لديك الزنقة رجعنا تاني دابا. حنا غاديين دابا شوفوا الناس باش كيفطروا الصباح هنا. جيش هلاو هلاو ماي فراند هلاو هلاو. اي فروم موروكو موروكو. اي ام فروم ماليزيا ماليزيا. يا كيف كتبيع واحد الحاجه ما عرفتش شنو هي. هادشي داير بحال الصوفه. ثانك يو ثانك يو باي باي. كيفاش دايره دابا هادي؟ هادي كتباع تقريبا ب 25 باطلي مع كريم بحال الورقه ديال البسطيله. هادي فيها واحد الريحه ديال الكوكونات واحد الريحه صراحه اللي زوينه. زعما دخلناش الاوتيل كما كتشوفوا دخلنا دابا واحد الحي شعبي هنايا. كيف حالك؟ هلا 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 ناس ضحاوين هنا. فين وقع لينا دابا حنايا؟ ملي وصلنا للاوتيل لقينا التشيكين كيديروا مع 12 يعني خاص تجلس 6 ل 12 عاد دير التشيكين. وما عندنا ما يدا صراحه هذا الوقيته كاع. وبقينا كندورو دابا في هذا السوق هذا حيت هنا نيت فين كاين الاوتيل فين غادي ننزلوا. اللي كتبيع المانجو كما كتشوفوا هذا المانجو اماش. وعندي لو تكتبار. شكون كيف تروحوا هنا؟ لا. لو كنت تمشي وحفي يعني كما كتشوفوا هنا. هادو رجال الدين ديال بوداد. شوف اخوتي الكميه ديال الكابرات اللي كاينين هنايا. انا صراحه السؤال اللي حيرني في تايلاند هي كيفاش كيعرفوا الكابر اللي فيه المشكل ما يمكنش الكميه ديال الكابرات. شوف هاد التريبورت عندهم كيفاش داير زوينه. التريبورت عندهم الو تجي كتري حنا واحد اللي صراحه عندك زوينه. بالليل هاد الشبكه هادي كيشعل فيها الضوء ديزاين صراحه زوين ياك بعدا ناضيه. شوف واحد البلان ديال الفلوس كيديروا اخوتي هنايا. الفلوس اللي دايرين هنايا كما كتشوفوا باغيين يبنيو بها شي حاجه شي معبد ديالهم هذا ولا شي حاجه. وكل واحد شحال ديال الفلوس كيجيب. كاين 100 باط اللي كتساوي تقريبا 3 دولار 20 باط كتساوي تقريبا 1 سنت المغربي بزاف خاصك 60 دولار. شنو هو هادشي؟ واش داير هادشي؟ دابا الفواكه هنايا الفواكه تقريبا كتباعو ب 20 باط تقريبا 1 6 درهم مغربي كتاخذ بها البلاستيك هذه. كاين بزاف ديال الفواكه هنا. كاين هذا المانجو الخضار كاين هذا كاين بزاف ديال الفواكه هنا كما كتشوف اشكال والانواع هنايا اللي بغيتي كلهم دايرين 20 باط. المحل كامل كيخدم على الفواكه. ثانكيو حنا دابا عطاتنا دابا الفواكه ديالنا وخلصنا الفواكه هما هادو. انا خديت الفلاح سو كناخذ الثمار. هادو هما الثمار ديالهم هنايا كيجيو كيشرو هنايا كيشرو هاد الارقام هادو وكيحكو باش يربح. ข้าพเจ้าอินโนจัตตานุธรรมาวัฏฏังทั้งพุทธเถปัญจปัญญาปัญจช่วยดูเลยเด็กจัลเด่นอันดูมานายมุจูดินานายไอ้บลัสก็ดูสิคือชุดเด็กนักศึกษาดูมันมาฝั่งมันกูรัตุสิ่งฮาระกะโอเคครับเดี๋ยวช่วยฮาระสิ่งเด็กจับที่น้ำจับที่น้ำกล้าคือมันก็ช่วยจับที่น้ำกล้าคำละโอเคเลยก็ให้ตีเงินโอเคชิคกี้พายสินายโอเคครับเลยช่วยดีละالدعاء ديالو. سوا ديكا هذا هو الفطور ديالها. الناس كيفطروا هنايا. اصحاب الطاكسيات عندهم هنايا طاكسيات الطاكسي راه موطور هادو كاملين كما كتشوف. كتجي كتشد الطاكسي موطور هنايا كيوصلك فين ما بغيتي. ما يسحبش لكم باللي الشفنج كاين غير في المغرب. راه كاين الشفنج ديال تايلاند حتى هو واعر وزوين. هذيك
الشفرج ديال الطينو هو هذا كما كتشوفوا الطريقه باش كيصوبوه وكيقليوه في الزيت بحال هكا. صراحه زوين ولذيذ هاد الحاج اللي كطيبو هاد الزيت هادي كما كتشوفوا الطريقه. جينا نوصلو كنجلسنا دابا فهاد البلاصة هادي حيت صراحة عيينا ديال بصح كنضرو زعما باش نضيعو الوقت حتى توصل الوقيتة ديال الشيكين مكان هاد الزناد السكر لأن هادي متقالي بزاف. دابا جينا لهنايا بقات دابا تقريبا واحد نص ساعة دابا ديال المكانة باش نديرو الشيكين في الأوطيل عاد ندخلو نمشيو ندوشو نرتاحو شوية عاد إن شاء الله نمشيو نخرجو نكتاشفو معاكم بانكوك في الفيديو الجاي. المهم هادشي كيف هاد الفيديو نتمنى عجبتكم الرحلة ديال اليوم على بانكوك. ديرو لايك لهاد الفيديو شي كومونتير إلا مازال مكنتيش مشترك مزال دابا اشترك في القناة باش توصل كل جديد وطلو لي فراسكم.